بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاي اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم بسبوسة العلب. الطريقة سهلة وفنانة سهلة وسريعة ولذيذة. إذا حبيت الفيديو لايك صغير يشجعني ويدعمني، شير الفيديو، شاركي مع أي وحدة تحب تطبق الوصفات السهلة والسريعة هذه. ويلا كذا على بركة الله خلونا نبدأ. أول حاجة أكل المقادير كلها يا بنات في علب القشطة اللي قدامكم، هذه العلب المعدن، تعيرون فيها كل المعايير هذه اللي راح نطبقها يعني بالمقادير. اول حاجه تحتاجين علبتين سميد ناعم، علبه سكر، نص علبه زيت، وعلبتين قشطه، اي نوعيه قشطه انت حابتها، تمام كذا. وبرضو عندنا ملعقه بيكنج باودر، هذه كل المقادير بدون زياده او نقصان. بعد كذا تجيبين طبق وتبدين تحطين المقادير بدون تقديم او تاخير، الموجود عندك اخطيه كذا فوق بعض، تمام. ولا تنسين كمان البيكنج باودر، إذا حسيتي إن المزيج ثقيل فيك تضيفين شوية حليب أو تضيفين شوية مي لين توصلين الرخاوة اللي راح تشوفينها الحين معاكي، تمام؟ خلاص حطينا كذا كل المقادير وخففنا كمان بشوية مية، ويا سلام. الحين توزعين بالصينية شوية سمنة أو شوية زيت أو شوية طحينة، وهذا الخليط تحطينه كذا على الصينية، طبعا حجم الصينية متوسطة، وتدخلينه الفرن على درجة حرارة 180 بس من تحت يتحمر، وبعدين تشقرينه من فوق. بهذه الأثناء تعالوا نسوي التسقية حقة الوجه أو الشيرة. تحتاجين فنجان سكر وكمان علبة حليب مبخر، إذا ما عندك فكي تستخدمين حليب نستلة المحلى، خففيه بشوية مية كذا واستخدميه، مرة فنان وحلو، بس لازم تخفف بشوية مية لأنه ثقيل نوعا ما، خففيه على النار يعني. بعد كذا خلاص حركيه علشان يذوب، وهذه الصينية بعد ما طلعت ساقيها بالحليب على طول مباشرة، واحد فيهم لازم يكون حار، يا التسقية حقة الحليب يا الصينية تكون حارة، وبعد كذا على طول قطعيها. بس بعد ما تقطعينها لا تشيلينها على طول لأن راح تتفتت منك، خليها تاخذ راحتها لأنها لسه حارة يعني والقشطة سايلة فيها. خلاص كذا قطعناها، بعدين زيني الوجه باللي انت حابة. أنا عندي هنا فستق حلبي، فيك تحطين جوز هند، فيك تحطين ورد محمدي، فيك تحطين أي حاجة، فيك كمان بدون أي شيء إذا ما عندك عادي يعني الطعم لذيذ. خلاص كذا قدمي جنبها القهوة السعودية اللي توصل للراس، أو نسكافيه أو قهوة أمريكية، وتلذذي أحلى بسبوسة فنانة. سووها لعيالكم وسووها لبيتكم راح يفرحون فيها. هذه كانت وصفة اليوم من تكتكة، أتمنى يا رب تكون عجبتكم. لايك صغير يشجعني ويدعمني، شارك الفيديو مع أي وحدة تحب تسوي حلا. أشوفكم على خير، مع السلامة.